ريحي حالك شوي. كيف يا بيي؟ كيف بدي ارتاح؟ من وين بدها تجي الراحة وانت بهالحالة؟ يا بنتي المصيبة لو قد ما كبرت بترجع بتصغر، وربنا يلي خلقنا هو وحده بيقدر يخلصنا من محنتنا. وانا كمان بفكر مثلك بابا، بس ليه بعد ما اجى حدا يخلصنا؟ نوري صار لها زمان فلت من هون، كان لازم تعمل شي تتخلصنا، بس ما في ولا خبر عن علاء الدين. أقولك ما قدرت تشوفه بعد؟ ما تفقدي الأمل ولا لحظة ياسمين، ما في شي مستحيل. معك حق يا بي، بس قلي قديه رح نضل متأملين وناطرين؟ وكل ما مرق الوقت انت رح تصغر أكتر وأكتر، بعدين بيك رح يتقلص بهالقنينة لحد ما يختفي تماماً، وأول ليلة بلا قمر مثل السحر رح تلاقيه اختفى. لا، ما رح اسمح لهالشي يصير. أنا رح خلصك وخلص حالي. أنت ليش عطلين هم يا معلمي؟ الحمد لله أنه رهزان حبسه لهالكتير الحكي، على القليل هيك بيأكل كم قتلة مرتبة. جنيد حياته معرضة للخطر وأنت قاعد عم تمزح؟ يلا أعطيني جوهرة الأفعى. جوهرة الأفعى لازم تستخدمها بس كرمال تخلص أهلك. معك حق، بس تقدر خلص جنيد رهزان طلب نفس المكافأة. هلأ ما بعرف إذا حطيت بين إيدين رهزان هالجوهرة كيف رح أقدر خلصهم لأمي وبيي. أهلي غاليين على قلبي، وكمان جنيد ما بتخلى عن حدا منهم. طيب أعطي جوهرة الأفعى لرهزان وما تعطي الهم أبداً، ترك الباقي علي أنا يا معلمي. رهزان إنسان مجرم كتير يا جينو، ممكن يعمل أي شيء إذا صار شيء مش عزوقه، ممكن يقتل جنيد. قلت لك ما تعطي الهم وأعطي لرهزان هالجوهرة وتفرج على المقلب اللي رح أعمله فيه. ها؟ صدقني رح نتسلى. لا لا لا، ما رح يصير له شي هالكتير الحكي، انت اتكل علي وطمن بالك. رهزان أعطاني وقت بس لليوم بعد الظهر، بس أنا حاسس إنه يمكن نتأخر بعد المهلة. رهزان ما عنده هم إلا يحصل على هالجوهرة، شو بتفرق معه إذا أخذ الصبح الظهر أو آخر الليل يا معلمي؟ تفرق معه كثير، هو هددني إنه رح يقتل جنيد إذا تأخرت، فخلي هيدا البساط يطير أسرع. أمرك يا معلمي. انتبه يا جينو، انتبه على جنيد لبين ما نوصل. قرب يصير بعد الظهر ورفيقك بعده ما وصل، بفتكر انه علاء الدين قرر يتركك تموت. يلا بقى حضر حالك. لا لا، مش معقول يعمل هيك، اكيد بعده عم ينبش على المصباح السحري. اذا بتنطره بعد شوي ما بتلاقيه الا وصل. قدي بدك ياني انطر بعد؟ اعطيته مهلة قد ما طلب لبعض الظهر، خلصت المهلة هلأ. وبحسب الاتفاق بيني وبينه رح اقتلك إذا تأخر، وهلأ رح اقتلك. وقف! جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.